مقطع صوتي من كتاب طريق الحب لأوشو، ترجمة متيم الضايع، بصوت ريم عوض. عندما يتعلم الطفل التظاهر بالحب لن يعرف الحب أبدا، لأن الحب ليس شيئا يمكنك القيام به، إنه يحدث، هو ليس تصرفا تقوم به من جهتك، إنه شيء أكبر منك وأكثر اتساعا ولا يمكنك التلاعب به. تذكر ذلك وابقى منفتحا، لا تتظاهر، أشعر بالامتنان عندما يأتي وانتظره عندما يغيب، لكن لا تتظاهر. إن لم تتظاهر فسوف تتفتح الزهرة وتراه يوما، وعندما يتفتح الحب في قلبك ينتشر الشذا. قد يتخذ أي مسار، قد يعبر من خلال طفلك أو زوجتك أو زوجك، من خلال صديق أو شجرة أو حجر، قد يعبر من خلال أي شيء، لكنه يصل إلى الله دوما. الحب شيء يتوجه للكل، انتظره. الحب هو المفتاح السري لفتح كل الأقفال وإزالة العقبات، والعقبات ليست إلا قفلا في كينونتك. الحب هو المفتاح السري الذي يفتح جميع الأقفال، إنه المفتاح الرئيسي. كل شيء جيد حتى الآن.